الكل كيعرف ان قطاع سياره الاجره تحطوا عليه عده دوريات، الدوريه 336، دوريه 750، عده دوريات، والقطاع سياره الاجره ما محميش. اليوم نتفاجأ، ماشي كنتفاجأ، حنا عده وظائف كنلقاوها خدامه في قطاع سياره الاجره، وعده وظائف كنلقاوها خدامه في النقل السري. كيفاش ولا يعقل ان موظف تابع، هو رجل سلطه تابع لوزارة الداخلية، كتلقاه كينتاهل النقل السري عبر التطبيقات، راه ما بقى لينا ما نقولوا، حنا ما لقينا ما نهزوا. فهاد غلاء ديال المازوت اللي كان كيسكتونا بهذاك الدعم. اليوم هذا عون سلطة ملي توقف في وسط السيارة ديالو زبائن أجانب، هو كيفاش غيتحمل المسؤولية إلا وقعت شي حادثة لهذوك الزبائن اللي في وسط السيارة؟ كيفاش هذا كيفاش غادي يحميهم؟ وهي السيارة ما كتوفرش على تأمين لحماية الركاب مقارنة مع سيارة الأجرة. الكل كيعرف أن سيارة الأجرة التأمين ديالها كيوصل حتى المليون، وهو ديك السيارة اللي عنده التأمين ديالها داير 70,000 ريال. إلا وقعت شي حادثة لا قدر الله بدنية في وسط ديك السيارة، هذوك الأجانب كيفاش غنديروا معاهم؟ كيفاش اشنو غادي يوقع؟ كيقول لك غستروني رانا غلط. اليوم حنايا وقفناك انت كدير، شحال من ستروني، شحال ديال الفلوس ديالنا ديتي لينا، شحال ديال المشاكل ديالنا ديتي لينا. اذا اليوم كتوقفوا على حقائق، حنا كقطاع سيارة الأجرة نطالب الداخلية بحماية قطاع سيارة الأجرة. هذه مدة ديال 7 سنوات منذ دخول هاد التطبيقات للمغرب، وهاد الناس اللي كيحميو هاد النوع من النقل 7 سنين هادي، وهما يا ما خداوش الترخيص 7 سنوات وما خداوش الترخيص. اذا المأدونيه حاميه راسها في راسها، رغم ان الدوريه 750 بالمسوء ديالها وبالمشاكل ديالها، راه خاصنا نقولوا اشنو خاصو يتحط في القطاع. اليوم انتم حطيتوا الدوريات بدون ما نحميو القطاع، ما يمكنش. الدوريه 750 راه قلنا الدورية 336 كاين استقرار في العمل في قطاع سيارة الأجرة، جات 750 وقفت كل شيء وغتوقف كل شيء. وحميو قطاع سيارة الأجرة، حميو الطاكسي من النقل السري عبر التطبيقات، ومن بعد مرحبا بجميع الدوريات نجتهدوا فيهم ونتعاونوا فيهم. الإجراء اللي كتاخذوه هو إجراء عادي، هو إجراء عادي. السيارة كتمشي للمحجز البلدي، صاحب اللي كان سايق العربة كيتخاد ليه البيرمي ديالو، كيتسحب منه رخصة السياقة ديالو، وكتمشي المندوبية ديال وزارة النقل، وكيتحاد في حقها واحد الغرامة بناء على وكيل جلالة الملك. ولكن هادشي ما تيكفيش، اللي ولف شي حاجة ولفها، غادي يدير مجهودات وغادي ياخذ الرخصة ديالو وغادي يخرج السيارة ديالو من المحجز البلدي، ومن بعد غادي يرجع كيدير النقل السري. ما كيساعدهم حتى شي حاجة. كان إغراءات، كانت الشركة الوهمية الأمريكية كانت كتعطيهم واحد المنحة المدة ديال هذيك السيارة ملي كتكون مشدودة في المحجز البلدي. دابا هادشي ما بقاش، منك للواد، منك للفوريان، منك للمحكمة باش حكمت عليك، كله بشحال كتحكم عليه المحكمة، وكله واش من وكيل جلالة الملك طاح عنده. نقدروا نقولوا لك طبيب، محامي، سميتو عون سلطة، مخزني، واعي، جميع كانوا مع اجانب ياك؟ كانوا مع ثلاثه الاجانب اللي نزلوا من الفندق من بعد ما حنايا وجدنا لهم سياره الاجره، وهما رفضوا هذوك الزبائن، رغم ان سياره الاجره عندها واحد الثمن ديالها، عندها واحد التسعيره ديالها. شرحنا لهم، الاخوان كانوا قدام الفندق شرحوا لهم باللغه ديالهم وتكلمنا معاهم، ورغم ذلك هما رفضوا وبغاو يستعملوا ذاك التطبيق الاخضر الروسي. وحنا كنستكنوا اليوم واحد التطبيق معانا لهذه مناسبة، هذا واحد التطبيق كاين معنا في المغرب، راه الكل كيعرف الاسم ديال هذاك التطبيق. هذا التطبيق اللي كاين عندنا في المغرب تابع للجنرالات، تابع للكبرانات، تابع للسلطة الجزائرية. هذا التطبيق اللي ضربوا لنا ولادنا في المقابلة الأخيرة مع الجزائر، هذا التطبيق كاين عندنا في المغرب، وخاص السلطة تدخل ويوقفوا هذاك التطبيق الجزائري اللي كاين عندنا في المغرب. وراه البارح درنا واحد اللايف وشرحنا هذاك التطبيق سميتو، خاص الناس تحرك
هذا هو التضامن، وهذا هو التضامن اللامشروط مع الاشبال الاسود الاطلس اللي تعرضوا للعنف في الجزائر في ديك المقابله الاخيره. كاين واحد تطبيق جزائري كاين معنا في المغرب خاصو يتم التوقيف ديالو والحجب ديالو من الهواتف المغربيه.